اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات برنامجكم بيت العيله. هنا ومعانا هنقطف لكم من كل بستان زهر، وفي كل حلقه هيكون معانا موضوع جديد وضيف جديد مختلف واختلافه سر تميزه. ضيوفنا شخصيات ليها تاثير ايجابي في المجتمع، ومواضيعنا هتلاقي فيها كل اللي بتدور عليه. النهارده معانا شخصيه قدرت رغم قله الاحتكاك المباشر والتفاعل ما بينها وما بين الطالب، ورغم كل التحديات اللي واجهتها في عمليه التعلم عن بعد، ورغم كل الظروف اللي قابلتها خصوصا ظروف كورونا اللي احنا بنمر بيها، قدرت انها توصل المعلومة للطفل ببساطة ويكون ليها دور وبصمة وتأثير ايجابي في حياة طلابها. معنا ومعاكم النهاردة الأستاذة سوزان عادل، مؤسسة أكاديمية كيندر جارتن. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي. كنا عايزين نعرف أول حاجة عن التأسيس، السن المناسب اللي نبتدي فيه مع الطفل ان احنا نأسسه. هو السن المناسب هو من اول سنه تقريبا احنا بنبتدي نعلم الطفل المهارات او الحاجات الاساسيه، يعني يعرف ان ده كتاب، ده قلم، ده تليفون، الحاجات الاساسيه، المهارات العادي المعروفه يعني المالوفه. يعني سنه مهارات بالظبط كده، الاول بنجمع شويه معلومات لحد سنتين بتبقى الحاجات المالوفه حواليه، يعني من سنتين لثلاث سنين بنبتدي ان احنا نعرفه الحروف وشكل الحرف وصوته يسمعه يبقى عارفه. من ثلاث سنين لاربع سنين بنبتدي نزود في الحروف شويه ويبتدي اللي هو يربط اصواتها. خمس سنين وست سنين خلاص الطفل بيبتدي يكتب معانا وبيبتدي ننمي بقى مهارات القراءه والكتابه، بحيث ان هو خلاص هيبقى مؤهل بقى، بيبقى زي استعداد لمرحله ما قبل المدرسه. بالظبط، بنبداها من الصغير خالص لحد بقى سن الابتدائي. تمام. طيب دلوقتي طبعا انت كان ليكي تجربه ناجحه جدا ومميزه، ده مش رايي انا، ده اراء يعني اولياء امور كتير جدا. كان ليكي تجربه ناجحه في الاونلاين او في التعلم عن بعد، وانا عايزه اعرف بقى بالظبط الفكره بتاعت المؤسسه بتاعتك او الاكاديميه، ازاي جات لك الفكره دي؟ ازاي اتحولت من مجرد فكره لحاجه كده موجوده بينا على ارض الواقع؟ ازاي قدرت تحقق الحلم بتاعك ويكون عندك اكاديميه رائعه زي دي؟ هو الفكرة جات لي من الظروف اللي احنا كنا بنمر بيها، كورونا، والأطفال اضطرت ان هي تقعد في البيت فترة طويلة، مفيش احتكاك، مفيش أي أسلوب للتعلم. فطبعا الفكرة جات لي ان طول الوقت الأطفال دلوقتي بقت بتستخدم التكنولوجيا والأجهزة الحديثة، الموبايل والتابلت. طب بقى شيء أساسي يعني. انت اكيد بقى قلتي ايه، انا اوجه الموضوع بقى بالظبط. طب يعني انا ليه ادخل لهم بقى، يعني انا ادخل لهم الحاجة اللي بيحبوها، النافذة اللي هم بيحبوها يلاقوني فيها، هيتعلموا وفي نفس الوقت مش هياخد باله ان هو بيتعلم. فهدخله من خلالها، بنقعد نتكلم وبنهزر وبنحكي حكايات، بيلاقي نفسه الطفل بيتعلم معانا حاجات كتير هو مش واخد باله ان هو بيتعلم. يعني الموضوع بقى كان سلس معاكي كده ولا في الاول كان أكيد الموضوع كان صعب فيه شويه؟ في صعوبات بتقابلنا، اي حاجه جديده بتبقى ليها صعوبات، والموضوع كمان كان لسه جديد، ما حدش كان، احنا متعودين على نزول المدرسه والتعليم في الفصل. نقطه ان احنا نتعامل من ورا شاشات، طب الطفل هيستجيب لي ولا لا، طيب سنه قد ايه، طب هيحب القعده ولا هيزهق. فدي كانت صعوبات في الاول لحد بعد كده ما الطفل ابتدى يتعود وبقى لا يحب السيشن ويستنى معادها وقاعد مبسوط. يعني الفكره كمان ما كانتش مش مقبوله عند الطفل بس، يعني هو الطفل كان بالنسبه له الموبايل او التاب انا بلعب وخلاص، مش بستقبل اي معلومه منه. لكن كمان الام يعني كان الموضوع بالنسبه لها، الامهات كانت مخضوضه، وازاي يعني انا ابني مش هيروح المدرسه، الميس كده مش هتديله الواجب ونقعد نكتب في الكراسه. لا احنا حاولنا نعمل زي لايف كده كل فتره ان احنا نعرف اولياء الامور ان الفكره بتاعتنا، نحاول نوصل لهم الفكره بتاعتنا ازاي، وان احنا نوصل المعلومة للطفل حتى لو قاعد في البيت هيستفيد بقدر استيعابه، بس هو بيستفيد مش منعزل تماما عن التعليم والدراسة، لا هو هيستفيد. وابتدينا ان احنا نخلي اولياء الامور يحضروا الحصص معانا، يعني دي كانت ميزة برضو في الاونلاين، ان الام بتبقى متابعة الطفل بياخد ايه. دي بقى واحدة من ايه، من اهم الايجابيات. بس طبعا بقى مسؤولية اكبر على الام، يعني لان الام في اغلب الوقت بتبقى مش فاضية، فتقول لك بقى ايه، يعني احنا نودي المدرسة ووقت ما افضى نقعد نعمل الواجب. بالظبط، بس الظروف طبعا حكمت ان الطفل قاعد في البيت مفيش مدرسة، طب لازم يتعلم.
فالام دلوقتي بقت بتقعد تتابع معانا نقط الضعف عند الطفل، بقينا بنلمسها مع بعض، مشاركه حوار بيننا وبين اولياء الامور، فبنقدر نحط ايدينا على نقط الضعف ونعيد ونراجع ونلعب ونهزر بكذا طريقه. يعني مش لازم المعلومه توصل بطريقه واحده، لا، لو الطفل ما استجابش بالقصه نلعبها، ما استجابش بمجسمات، في صور، في فيديو، في حاجات كتير قوي نقدر نوصل بيها المعلومه للطفل. طيب اي تجربه ليها سلبيات وليها ايجابيات، عايزاكي تكلمينا عن الايجابيات اللي مريتي بيها في التجربه دي. التجربه ايجابياتها ان هو الطفل مازال بيتعلم، ما اعتبرش ان هو انفصل عن التعليم او قعد فتره طويله في البيت من غير دراسه، لا، هو عادي بيكمل تعليمه عادي جدا، بس طبعا في ظروف امنه نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها. تاني حاجه تبقى بالنسبه لولي الامر، فهو توفير للجهد والمجهود، يعني المجهود والفلوس والوقت اللي كان بيضيع في كورسوس او اي حاجه ممكن نروحها، لا، ده هو انا قاعده في البيت وابني بياخد الحصه بتاعته في امان وانا متابعه معاه، فلا، دي انا شايفه ان ايجابيات ممتازه. اكيد يعني. طبعا. طيب انا عايزاكي برضو تعرفينا ايه هو تعلم عن بعد، عشان في ناس برضو ممكن تكون لحد دلوقتي مش عارفه الفكره. هو التعلم عن بعد هو تعلم مرن، يعني انا اقدر اتعلم في اي وقت، الصبح ممكن اتعلم، خلاص مش مرتبطه ان انا التعليم بتاعي لا هو في ميعاد المدرسه الصبح، علشان اروح المدرسه، في المدرسه اتعلم، لو ما روحتش خلاص انا فاتني معلومه او فاتني حاجه مهمه، لا، انا ممكن في اي وقت اتعلم اي ماده، اي لغه، اي حاجه انا حابه ان اتعلمها في اي وقت ممكن ان انا اتعلمها. يعني دي من اكتر الايجابيات اللي انا شايفاها. يعني انا شايفاها بصراحه رائعه، وسائل كتيره جدا تقدري توصلي بيها المعلومه للطفل عن برضو يعني المدرسه وكده، لا، في وسائل تكنولوجيا وتطور رهيب. يعني هو مجرد ان هو قاعد على التاب او الموبايل فخلاص، هي بالنسبه له اهم ميزه، هو مش حاسس ان انا باخده من لعبته او مش حاسس ان انا مضايقاه، لا، انا بدخله من لعبته، هو لسه في الدايره بتاعته، صح، فانا مش مضايقاه خالص. انا شايفاها ميزه كويسه جدا فعلا، انت تروحي للطفل، يعني مش هو اللي يجي لك، لا، انت تدخلي له جوه العالم بتاعه وتشتغلي معاه من النقطه دي. وعن طريق يعني هو قاعد بيلعب انا هلعب معاه، يعني معانا حاجات مثلا زي كده، حابه ان انت تورعنا اهو، ممكن بندق، هو بس اللي يحضر السيشن، يعني مش لا هو بندق ده يخليه قاعد قدامك طول الوقت بس، ونحكي حكايات مثلا حرف الالف مثلا. طيب ممكن تحكي لنا حكايه بسيطه كده بسرعه؟ يعني انا بتهيألي الموضوع ده يفرق كتير جدا، لان الطفل في المرحله دي محتاج مجهود كبير جدا عشان يركز معاكي، اي حاجه ممكن تلفت انتباهه، اطول فتره عشان بتهيألي الحاجات دي بتساعدك ان انت بقى ايه، يعني تلفت انتباهه وتخليه مركز معاكي مده اكبر. بالظبط. يعني مثلا بندق اهو، كان يا مكان كان في طفل جميل اسمه احمد رايح الحديقه مع مامته، شاف ايه؟ شاف ارنب، بس عشان صغير ومش عارف يقول ارنب قال فمامته سمعت وشافت هو بيشوف بيقول على ايه، لقت ايه؟ ارنب. فنعرف من هنا ان ارنب بتبدا بصوت وده صوت حرف الالف، ده صوت ايه يا اولاد؟ صوت حرف الالف، وهكذا بقى. يعني جميله جدا. احنا اندمجت سبحان الله، هو كده اتعلم الحركه واتعلم الحرف وكمان عرف كلمه ارنب، ده زودتي الحصيله اللغويه بتاعته، فده شيء ممتاز جدا. تمام. يعني وبنقعد بقى، طب شاركني، طب قول لي كلمه ثانيه بحرف الالف، اناناس، اسد، هو بقى بيقعد يفكر طب ايه حواليك، ممكن يبدا بالصوت، الصوت اللي انت سمعته، مش بس اسم حرف الالف، يعني الصوت، هو بيتعلم الصوت، بعد كده بنربط الصوت بالحرف والاصوات. يعني المنهج الجديد بصراحه اللي محطوط لرياض الاطفال ممتاز بصراحه، يا ريت برضو تكلمينا عنه. يعني انت اكيد اشتغلتي بالمنهج القديم واشتغلتي بالمنهج الجديد، واكيد عرفتي الفرق والاختلاف، وجربتي شفتي بقى الطلاب اللي اتعاملت بالمنهج دوت والفرق بينهم وبين الطلاب اللي اتعاملوا بالمنهج الجديد. عايز اعرف فعلا اثر في مستوى الطالب، فرق فعلا في القاعده اللغويه بتاعته، فرق في مستوى التفكير، فرق في المعلومات اللي داخلاله، يعني كلمينا عن المنهج الجديد ازاي اشتغلتي بيه، وهل فعلا فرق في مستوى الطفل ولا لا؟
المنهج القديم كان ان احنا بناخد الحروف كلها وبعد كده نبتدي ان احنا ناخد الفتحة الكسرة وبعد كده نبتدي نكون كلمات، كان بياخد وقت طويل بالترتيب كمان. على كان بياخد وقت طويل على ما الطفل بيبتدي يكون كلمة، يعني لازم نخلص معظم الحروف. دلوقتي لا، المنهج الجديد من اول حرفين الطفل بيكتب كلمه. لو رجعتي كمان زمان شويه هتلاقي لازم نخلص كل الحروف ونقعد نعيد فيهم تاني ونحط بقى الاشكال وبعد كده نبدا ندي بقى ايه كلمات، وبعدين تبداي الاول بالكلمات الصغيره كمان اللي هي مش يعني بتبقى الحروف بتاعتها مش ماسكه في بعضها علشان تقدر بالزبط. فالموضوع فعلا اختلف يعني ممكن يكون سبحان الله في ولد في اعدادي وطفل في ابتدائي تلاقي ان هنا الموضوع مختلف، ده أسرع. عنده معلومات وبيقرا اسرع وممكن يكون نطقه احسن وبيختلف بالظبط. بيختلف بشكل كبير جدا عن الطالب يعني التاني. الترتيب مثلا عندنا الف ميم بعد الحرف التاني الطفل نطق، لان احنا بناخد الاصوات ناخد الاربع اصوات فتحه وكسره وضمه وسكون، فخلاص من اول حرفين ابتدى الطفل يكتب ام، بعد كده ناخد الباء ابتدى الطفل يكتب اب، وهكذا مع ترتيب الحروف. لا لقينا مثلا ممكن يكتب كلمة من ثلاث حروف مثلا بعد ست حروف بالظبط، لا هو ابتدى يقرا. وكل طبعا اولياء الامور اللي بيتابعونا دلوقتي لو دخلوا على البيج بتاعتنا وعلى القناه كيندر جاردن اونلاين نتعلم مع كيندر جاردن اونلاين هيشوف الاطفال قد ايه شغاله فعلا وبتقرا وبتكتب في سن صغير. بصراحه انت عامله شغل هي عايزين اصلا تكلمينا عنها، يعني عايزينك تكلمينا عن الاكاديميه. هي البيدج والاكاديميه وفي على البيدج طبعا حاجات نماذج من الشغل بتاعنا، وفي كمان قناه بنحاول نشرح فيها المنهج الجديد لانه طبعا لسه غريب على ناس كتير. فبنحاول ان احنا نبسط المعلومه ونوصله لام اسرع واسهل. بالظبط كده، نحاول ان احنا نشرح الكتاب في ايه، طب السؤال ده قصده ايه احنا مش فاهمينه، طب بيتحل ازاي، ايه الهدف منه، في قصص صغيره ممكن الاطفال تقراها. بنحاول ان احنا نبسط المعلومه اللي في الكتاب بحيث ان برضو ولي الامر اي تغيير بيدخل عليه ما بيبقاش متقبله بسهوله. على فكره هو مش ولي الامر بس، اي تجربه جديده في حياتنا بعيدا عن التعليم بيبقى بالزبط. فيها شويه بلبله في الاول وعشان تستوعبي التجربه الموضوع بيبقى صعب، بس فعلا الكتب انا لما بصيت فيها يعني ما بيبقى فيه قصه للاستماع غير طبعا قصص القراءه، يعني دي دروس منفصله عن قصه الاستماع. لا يعني انا شايفه ان حاجه ممتازه، كل حاجه ليها يعني. هدف. ايوه كل حاجه ليها هدف. ففي الاكاديميه عندنا بنحاول ان احنا نبسط الموضوع للطفل والولي الامر، يعني بحيث ان هو يبقى لا. وفي فعلا يعني اولياء امور كتير تيجي لا احنا عايزين المنهج الجديد، يعني لا ماشيين على المنهج الجديد. دي بقى ولي الامر اللي هو فهم خلاص واستوعب وعارف اهميه المنهج الجديد بالزبط. طب انت بقى مع ولي الامر اللي بيقول انا ابني مظلوم، انا بنتي مظلومه، المنهج تقيل وصعب علينا، ده صعب، ماله امل وعمر وعادل يجري في الحاجة. لا واول مشكله كانت بتقابلهم هم ليه ياخدوا الحروف مش بالترتيب، كانت دايما الامهات تتكلم على الفكره مش يعني مش الفكره ان احنا بناخد الحروف الاكتر اللي يعني اللي بتيجي اكتر في الكلمات واسهلها في الكتابه، بحيث ان الطفل برضه هو اول مره يكتب، فبنحاول نبسط الحرف ان هو ياخد الحروف السهله وفي نفس الوقت دي اللي موجوده اللي يقدر. يعني احنا عندنا الترم الاول مثلا الكتاب فيه 10 حروف بس، فمنهم هيكتب كلمات كتيره جدا اللي هي الحروف اللي ما فيش جمله هتلاقيها ما فيهاش الحرف ده، ما فيش كلمه مش هتلاقي فيها الحرف ده. فهو لا هو ابتدى من الترم التاني مثلا نكمل بقيه الحروف، لا هو خلاص ابتدى يقرا، يعني قبل ما بنخلص المنهج خلاص هو داخل كي جي 2 هو بيقرا. فعلا دي حقيقه، انا يعني ساعات مثلا بلاقي حروف ثلاث حروف بس والطفل بيكون منها مثلا ثلاث كلمات اربع كلمات بالظبط، ومش شرط بيكونوا يعني بنفس الصوت، يعني مش شرط، مش كلهم فتح مش كلهم كسر، لا هو عادي بيبتدى يقرا خلاص وبيتملى وكل حاجه. طيب أزمة كورونا طبعا يعني مرت على كل الناس وغيرت حاجات كتيرة، منها بقى في عندنا التعلم عن بعد. أنا عايزاكي تقول لنا التعلم عن بعد ده أثر إزاي على الطفل أصلا وعلى العملية التعليمية، فعايزاكي تتكلمي عنهم. هو أثر على الطفل بأنه هو بقى بيحب التعليم، هو قاعد مستني هيتاخد ايه النهارده، امتى هرجع يعني المدرسه أول... كمان امتى هرجع المدرسه. يعني هو كان بيستني المدرسه عشان يشوف صحابه عشان يلعب الاول وبعد كده يبقى يفكر انه يتعلم فعلا.
فهو دلوقتي طب ما فيش مدرسه، طب هعمل ايه؟ من خلال بقى السيشن بتاعنا في الاكاديميه ان هو ابتدى يتعرف على اطفال زيه من سنه، بيكلموا بعض في الحصه، بيشجعوا بعض، شاطر يلا قول، طب برافو، طب نسقف له، حس ان هو يعني بقى في تفاعل، في تفاعل. لا انا في ناس زيي، مش انا لوحدي اللي في يعني البيت، التفاعل يعني موجود رغم ان مفيش اشتكاك مباشر. بالزبط. يعني هم كل واحد فيهم في مكان قدرتي انت تجمعيهم وبرضه يبقى في تفاعل. يعني ممكن يكون مش بالنسبه او بنفس المستوى اللي بياخدوه في المدرسه، بس برضه يعني هو احسن من القعده في البيت خالص. بالظبط، هو الاطفال ابتدت تحس كده ومفيش يعني غيرنا في العالم ولا ايه، ما بنشوفش حد، لا في، وبنبتدي نتواصل وزي ما كان بيعمل في المدرسه بالظبط، بس يعني باختلاف طبعا بقى الظروف. طب ده شيء جميل، الموضوع ما يقتصرش عليكي انت والطفل بس، يعني لا في الحصه ده انت بتجمعي كمان. طب كويس جدا. وبنلعب وبنحكي قصص وبنشارك بعض في حاجات كتير. طيب ممكن تقول لنا برضو عن الحاجات اللي قدامك تاني؟ دي وسائل مثلا احنا بنستعملها زي المجسمات كده، بحيث برضو نشد انتباهه برضو معانا لو زهق من بندق ولا حاجه. تمام. احلى حاجه فيها الفوم الجليتر ده اصلا بيسحب العين، وانت عامله الوان بتخطف اصلا. بالظبط. وفي نفس الوقت بندي فرصه برضو لولي الامر ان هو يتعلم او يشارك الطفل في البيت ان هو يشتغل مع الحاجات دي. احنا خدنا مثلا حرف الالف، مثلا حرف الميم، طب تعالى نعمل شكل حرف القاف، نعمل كارد، تعالى نجيب الفوم واحنا نقعد نقص في البيت كنشاط تنميه مهارات برضو في البيت. اصلا التقويه دي اصلا من خلال اكتر ده لوحده اللي بتدخل من خلال اكتر من حاسه، يعني بيستخدم حاسه اللمس والسمع والبصر المعلومه بتثبت وبتتخزن. بالظبط، هو شاف معايا المعلومه وسمعها، طب نعملها بايدينا يعني يستدعيها بعد كده. بالظبط. تمام. في كمان للسن الاكبر شويه عندنا في كي جي تول مدود. أيوة. تمام. بتبدا معانا فمثلا نحط مثلا كلمه طبيب، الصوت الطويل فين، يبتدي هو بالسهل يحدد الصوت الطويل هنا الف ولا ياء ولا واو. تمام. وبعد كده نغير الكلمه ونخليها طيور مثلا، طيب فين الصوت الطويل هنا، فين المد، يبتدي يحرك. وبرده سهله على الام ان هي تعملها في جميله البيت جدا على فكره، وتغير الكلمات منها، هيبتدي يتعلم يقرا كلمات كتير ويميز الصوت، فين الصوت القصير اللي هو الفتحة الكسرة الضمة، فين الصوت الطويل، مد ألف مد ياء مد واو. فبتفرق فعلا. بتفرق على فكرة الأصوات الطويلة والقصيرة دي بتعمل دايما لخبطة، وبتخلي يعني انت دايما لما تيجي حتى تملي الطفل تلاقي نفسك عمالة تمدي عشان يعرف ان هنا في ألف مد، في واو مد. طب دي ضمة ولا دي واو. طب ويقعد بقى فعلا، ما هو يعني بقى من التكرار بقى كتير، الممارسة وندي الجمل كتير، ندي كلمات كتير. وكمان لما بيبتدي يقرا بنبتدي نعرفه لما تيجي هنا ده صوت طويل لازم تمد فيه، عشان الخطوه اللي بعد كده لما يجي يتملى لا يعرف هو لوحده، مجرد ما يسمع يبقى عارف هنا في صوت قصير، هنا في صوت طويل، يقدر يميز. بمناسبه الوسيله الجميله الهايله دي، انا شفت بس كان على يعني برضو حاجه اونلاين كده نفس الفكره بالظبط، بس ايه مش على المدود، هو حاطط المواد، يعني مثلا دلوقتي هيبقى في ماس مثلا او عربي او ايا كانت المواد، ويبدا يقسمها كده، وتيجي بقى يقول له ايه يلا انت هتبدا بقى تلف القرص دوت، بيبقى من كلها تحكم عن بعد، وتبدا بقى تدور ويبقى هو اللي اختار اختار الماده اللي عايز تشتغل فيها. اي جدا ان الطفل يحس ان انا اللي بختار الماده اللي هبدا بيها، انا مجبر ان انا ادخل السيشن. لا خالص، لما نيجي نبدا تحبوا نبدا بايه، هم اللي يختاروا عايزين بيبداوا بايه، ناخد ايه النهارده، هو الاختيار بيريح في كل حاجه. يعني هو الطفل يحس ان هو مش مرغم. تخيلي انت اصلا يعني شخص كبير بالغ، لما حد يقول لك على حاجه ويبقى تحسي ان عندك اختيارات تحسي انت مرتاحه. بالظبط. انت مش مفروض عليك الحاجه دي، هتدخلي الحاجه دي وانت مبسوطه وقادره تعمليها. وبعدين في ميزه كمان ان الطفل ابتدى يعتمد على نفسه. انا عندي مثلا سيشن النهارده هو قاعد مستنيها الساعه كام، فبتقولي له مثلا الساعه 5، هو يقعد مستني، ما انت برضو بتعرفي الساعة، الساعة هنا تبقى 5، لما تيجي العقرب على الساعة دي 5 مثلا او 5 كده الساعة 5، فهو بيتعلم عارف لوحده ان هو يفتح الموبايل بتاعه او التابلت ويدخل ويحضر معانا، مش شرط ماما تكون موجودة، ممكن تكون في الشغل، هو ابتدى يدخل لوحده وخلاص اتعلم. مرة على التانية الموضوع كان صعب، دلوقتي لا بيدخل لوحده وبيستنانا، يعني الموضوع لطيف.
طيب عايزه اعرف بقى يعني سريعا كده، لان للاسف يعني ايه وقت برنامجنا قرب، الكلام معاكي جميل والحوارات ما بتنتهيش والاسئله كتير، بس عايزين نعرف بقى ايه المفتاح، او زي ما تقولي كده بقى الدرجه او البدايه اللي بتبداي بيها مع الطفل. ازاي بتبداي مع الطفل؟ بتحددي مستواه ازاي؟ طبعا دي اكيد خطوه مهمه جدا عشان تعرفي هي انا ده ممكن يكون متعلم الحروف بس، ده ممكن يكون واخد ما كلمات. تمام بالظبط. بنبدا من السن، يعني الطفل جاي لي سنتين ثلاثه اربعه حسب سنه، بنشوف المفروض المهارات اللي في الوقت ده يكون عارفها. بنبتدي نحدد، يعني بنديله بقى بعض الاسئله نشوفه عارف مش عارف، بننزل المستوى شويه. في اطفال ساعات بتيجي مثلا 4 سنين بس لا مستواها الحصيله قليله، يبقى 5 و6 سنين لا تدخل مع سن اكبر حصيله اعلى، وفي برضو يبقى حصيلته قليله. في دايما يعني معروف في فروق فرديه بين الاطفال، يعني عمر ما الاطفال كلها نفس السن هتبقى نفس المهارات او نفس المستوى. والله يا استاذه سوزان يعني احنا استمتعنا جدا بالحلقه معاكي، للاسف خلصت حلقتنا، وان شاء الله انتظرونا كل تلات، لسه معانا مواضيع كتير وضيوف اكتر، وان شاء الله كل تلات معانا في برنامجكم بيت العيله. شرفتينا. شرفيني يا استاذه. اهلا بيكم. احب بس انوه في الاخر على سلسله كتب برضه هتنزل باسم كيندر جاردن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. اكيد طبعا كل المتابعين الاكاديميه شايفتهم فرصه زي دي وهينتظروكي ان شاء الله، وتكوني معانا وتكوني بتعرفينا على السلسله ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله.